السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا الدنديني من قناة مستر رضا التعليمية. هنبدأ ونقول على بركة الله: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النهاردة شغلنا على العقدة، عقدة كل الناس. ايه مستر رضا العقدة ديت؟ طبعا اكيد حضراتكم عارفين ان عقدة كل الناس هي الجرامر. الجرامر ان شاء الله باذن الله رب العالمين هيكون معانا سهل جدا جدا جدا، لان الكلمات انت ممكن حضرتك تحفظها بسهوله، البرونسيشن نطق ممكن حضرتك بشويه دروس تقدر تتعلمها، الكونفرزيشن محادثه برضك نفس الحكايه. طب امال المشكله فين؟ المشكله كلها في الجرامر. الجرامر هو اساس اللي انت بتعمل بيه الحاجه صح، بتعمل بيه الشيء صح. معانا ان شاء الله باذن الله رب العالمين الجرامر هيكون اسهل باذن الله. بعد عدة دروس هتلاقي الموضوع بالنسبة لك سهل جدا 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 ان شاء الله باذن الله. تابعونا وان شاء الله باذن الله تجد الجديد معنا، ما تروحش في اي مكان، تعال معنا. النهاردة ان شاء الله باذن الله رب العالمين هناخد ازاي نحول الكلمة من مفرد الى جمع. مبدئيا لازم حضرتك تعرف ان احنا ما بنقدرش نحول اي حاجة الى جمع. اوكي، يعني مثلا سبيل المثال ما نقدرش نحول adjective الى جمع، ما نقدرش نحول الادفيرب الى جمع، ما نقدرش نحول الفيرب الى جمع. يعني مثلا على سبيل المثال قصير يعني ايه؟ قصير يعني شورت. اوكي، فانا دلوقتي بقول الاولاد قصيرين، فكلمه شورت ديت ما اقدرش احط لها اس يعني، اوكي، ما اقدرش اعملها جمع. اوكي، وهكذا الادفيرب نفس الحكايه، ما اقدرش ان انا احوله الى جمع. وبالتالي مبدئيا هنبقى عارفين ان احنا الحاجه عشان نحولها من مفرد الى جمع، او النوم بتاعي او الاسم بتاعي علشان احوله من مفرد لجمع، هو ده اللي انا هقدر احوله. اوكي مستر رضا، ازاي احول الكلمه الاسم بتاعي من مفرد الى جمع؟ تقدر تعمل بايديك كده، تعمل بايديك كده. اوكي تمام، ايه ده يعني ايه؟ يعني خمس طرق، خمس طرق. ازاي؟ اوكي، يا اما احط الكلمه للكلمه بتاعتي اس، يا اما احط الكلمه اي اس، يا اما احط الكلمه اي اي اس، يا اما احط الكلمه في اي اس، يا اما الكلمه بتاعتي هتبقى اسم شاذ وبالتالي هيحفظ كما هو زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طبعا احنا شغالين جرامر، يعني احنا مش هيفيدنا قوي ان احنا نعرف احنا بنحط الاس ليه ولا بنحط صوت الس ده ليه. اوكي، يعني هو مش موضوعنا دلوقتي، هو موضوعنا في البرونسيشن ممكن نعرفه بعد كده او في حلقه ثانيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. يبقى احنا قلنا ان انا الاسم بتاعي علشان احوله من مفرد الى جمع هيكون عندي احط الكلمه اس، او احط الكلمه اي اس، او احط الكلمه اي اي اس، او احط الكلمه في اي اس، او الاسم بتاعي هيكون اسم شاذ. اوكي مستر رضا تمام. طب هنبدا بايه يا مستر رضا؟ اوكي، احنا مش هنبدا بالاس. تخيل رغم ان هم واحنا صغيرين علمونا قالوا لنا ازاي نحول كلمه مفرد لجمع، او زي ما احنا حتى احنا كمعلمين بنعلم اولادنا بنقول لهم ازاي اولاد نحول الكلمه المفرد لجمع اللي احنا نحط لها اس، لكن احنا مش هنبدا بالاس، احنا هنبدا بالاي اس. اوكي، لان الكلمه لما يكونش في القاعده دي، ولا الكلمه في القاعده دي، ولا في القاعده دي، ولا في القاعده ديت، وبالتالي هتبقى هي الجنرال هحط لها ايه؟ هحط لها اسم. اوكي، امتى يا مستر رضا احط الاي اس؟ اوكي، اتفقنا وقلنا اذا انت الاسم باس سي اتش اس اتش اكس وزي اللي هو الزد يعني، واحيانا الاو. اوكي تمام. طيب يا مستر رضا تعالى نشوف كده زي ايه؟ عندي الاس زي باس، باس اتوبيس. اوكي، لما اجي احولها لجمع ادي الاس هقوم جاي حاطط اي اس باسز. اوكي، دريس فستان يبقى اهو اس اس، مش هحط اس بقى، يعني مش هينفع اقول اس كده زي ما احنا اتعلمنا نحط اس وخلاص اخر الكلمه، ما ينفعش لان اخرها اس اس، فاجي احط لها اس كمان ما ينفعش، مش هقول دريس ايه ده، يبقى النطق هيبقى صعب شويه. فانا بحط الاي ديت علشان تفرق لي ما بين الحرف الاخير وما بين صوت الس، لان اصلا الجام هو المشكله في الجام ايه؟ اللي انا بحط الصوت ده، صوت الس اللي هو ده. اوكي، فغالبا غالبا هذه النهايات اوكي هي لا تلتقي مع السي دي. اوكي، هتلاقي مخارج الحروف بالنسبه لك صعبه جدا، عشان كده احنا بنحط الاي اس علشان تخليني اعرف اقرا، اعرف انطق. اوكي، لكن احنا في الجرامر، خلينا في الجرامر. اوكي تمام.
اوكي يبقى دراس ها دراسز احط اي اس بوس اللي هو المدير فانا بحط اي اس اوكي نفس السؤال يبقى اذا انتهت الكلمه باس واحيانا ممكن نقول عليها اس اس اوكي نضع اي اس في عند التحويل من مفرد الى جمع اوكي طب تمام نفس الفكره هنا في السي اتش اذا انتهت الكلمه بسي اتش اوكي دي سي اتش اللي هو صوت تش اوكي تشه ده اوكي نفس الحكايه لا يلتقي مع الاس اوكي فانا بقول مثلا على سبيل المثال زي واتش اوكي ساعه ساعه يعني واتش لما ابص اخرها الاقي سي اتش اوكي احط لها اي اس تمام كنيسه قلنا تشيرش تشيرش اوكي احط لها اي اس اوكي تمام بيتش اللي هو الخوخه خوخه اوكي لو عايز اقول جمع بقى خوخ يعني احط اي اس تمام يا مستر رضا يبقى اذا انتهت الكلمه بسي اتش عند التحويل الى الجمع احط لها اي اس اوكي ننتقل للنقطه اللي بعدها اللي هي الاس اتش اذا انتهت الكلمه باس اتش وعايز احولها الى جمع فانا بحط لها اي اس اوكي يا مستر رضا زي براش اوكي فرشه الاسنان زي وش اخرها اس اتش امنيه فانا بحط لها اي اس زي داش اللي هو الطبق نفس الحكايه اخرها اس اتش وبحط لها اي اس تمام تمام حد يقول لي يا مستر ايه ده احنا عندنا كلمه سهله جدا حضرتك ما كتبتهاش هي ايه هي كلمه فيش اوكي كلمه فيش يعني سمك احيانا عشان احولها يا جم اسيبها زي ما هي زي ما احنا هنشوف في الكلمات الشاذه وبرضك في بعض الاحيان انا بحط لها اي اس فده مش موضوعنا دلوقتي اوكي اذا انتهت الكلمه كمان دي اكس 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 اوكي انا بحط لها اي اس اوكي زي كلمه فوكس فوكس اي اس اوكي مستر رضا يبقى انا عندي فوكس اللي هو الثعلب احط لها اي اس عند التحويل الى الجمع زي كلمه بوكس اوكي اللي هو الصندوق اوكي فانا بحط لها اي اس اوكي مستر رضا زي كلمه هكس قد تكون الكلمه بالنسبه لك جديده شويه اكتبها عشان تستفاد بيها هكس هكس اللي هو العرافه او الساحره اوكي يبردك نفس الحكايه علشان احطها جام احط لها اي اس ننتقل للنقطه اللي هي الاخيره او القبل الاخيره اذا انتهت الكلمه بزد احنا متفقين ان احنا مش بنشرح صوتيات يعني مش هنقول الصوت نفسه احنا بنقول حرف اوكي حرف الزد اوكي اذا انتهت الكلمه بزد اوكي فانا بحط لها اي اس زي كلمه فز فز طبعا اعتقد يعني المصريين ممكن يعرفوا الفز شويه فز اللي هو كان زمان اوكي اللي هو الطربوش اوكي الطربوش كده اوكي يبقى الفز عشان احولها الى جمع انا بحط لها اي اس اي اس زي كلمه باص اوكي نفس الحكايه احط لها اي اس اوكي زي كلمه كويز 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 امتحان اوكي بس انا لما باجي احط لها اي اس ما بعرفش بزود الزد هو مش موضوعنا لكن انت لازم تبقى انت عارفها كده يبقى اسمها كويزس كويزس اوكي هي اضافه الاي اي اس اضافه الاي اي اس انا بعلمها للطلبه عندي بالشكل ده قد يعترض البعض ولكن انا بشوف ان دي افضل شيء انا بقولها كده اذا بعلم اولادي كده اذا انتهت الكلمه بحرف الواي يبقى انا دلوقتي عندي ان انا الكلمه هتنتهي بحرف الواي وسبق الواي دهيت اللي انا بتكلم عليها دهيت حرف ساكن حرف ايه ها حرف ساكن ماشي معايا كده طب ايه يا مستر ايه الحروف الساكنه اللي ما هيش متحركه والحروف المتحركه خمسه ايه هما الاي والاي والاي والاو واليو اوكي يبقى اذا انتهت الكلمه بحرف الواي وسبق الواي حرف ساكن ايه اللي انا هعمله يا مستر رضا احذف الواي هحذف الايه ها احذف الواي دي ها طب وهعمل ايه كمان واضع اي اس سهلة خالص القاعدة طب تعالى نشوف كده ونطبق انا دلوقتي لو عندي كلمة اسمها ليدي اوكي ليدي اخرها واي طيب وقبل الواي حرف الدي خلاص كده لما اجي احولها الى جمع هحولها ازاي هشطب الايه
الواي واكتب كده ال اي دي واحط اي اي اس تبقى ليدز. اوكي زي كلمة اسمها سيتي. اوكي اخرها ايه؟ اخرها واي. طب وقبل الواي حرف التي، والتي يا مستر ده حرف ساكن، وبالتالي تبقى سي اي تي اي اي اس. طب ما تيجي تشوف الكلمة دي كده، ادي كلمة اسمها بول. اوكي تعالى نشطب الواي كده ونحط اي اي اس. تعالى اهو بي او، هشطب الواي واحط اي اي اس. اعتقد غلط، اعتقد كده غلط. طب يا مستر رضا ممكن تقول لنا حاجه تفكرنا ما تخليناش نغلط فيها بعد كده؟ هقول لك يا سيدي، اسال نفسك. اسال ايه نفسك؟ الاو ساكن ولا متحرك؟ متحرك. اوكي الاي ساكن ولا متحرك؟ متحرك. اوكي الاي الاي ساكن ولا متحرك؟ متحرك. وبالتالي هنا ثلاث حروف متحركه متتاليه. اوكي فيعني مش هتلاقي ثلاث حروف متحركه متتاليه انت عملتهم. اوكي يعني انت عملتهم عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك طب ما انت عندك كلمه اسمها بيوتيفول. اوكي جميل، اللي هي بي اي او يو تي اي اف يو او اي او يو، ثلاث حروف متحركه اهو، ولكن دي موجوده اصلا في الكلمه، لكن كلمه انا اعملها اكونها ويبقى في ثلاث حروف متحركه متتاليه، اعتقد هيبقى الموضوع فيه خطا ان شاء الله. اوكي خلاص يا مستر رضا الموضوع سهل بالنسبه لنا، اذا انتهت الكلمه بواي وسبق الواي حرف ساكن هحذف هذا الواي واضع اي اي اس. لسه مكملين في الحاله الثالثه وهي اضافه الفي اي اس. انت كطالب هيقابلك مشاكل من هنا كده. اوكي ان انت ممكن تلاقي كلمه احنا بنشتغل عليها وندي القاعده العامه بتاعتها وتيجي تلاقيها مختلفه عن اللي احنا بنقوله. اوكي احيانا انت كطالب يعني عشان ما تخشش في متاهات انت احفظ الشواذ، يعني احفظ الحاجه الشاذه. اوكي زي ما احنا هنبقى نشوف دلوقتي. اوكي القاعده العامه بتقول ال في اي اس اذا انتهت الكلمه بحاجه من الاثنين، يعني اذا انتهت الكلمه باف او اف اي. اوكي انا بعمل ايه؟ بحذف الاف او الاف اي دي وبحولها الى في اي اس. اوكي كمان مره، فمثلا على سبيل المثال انا عندي كلمه وولف 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 اللي هو الذئب. اوكي عايز احوله الى جمع، يبقى هقوم جاي عامل كده دبليو او ال، هشطب الاف دي واحط في اي اس وولفز. اوكي مثلا كلمه بتنتهي بالاف اي زي كلمه وايف زوجه. اوكي تمام، عشان احولها لجمع يبقى هكتب كده دبليو اي ها اف، تبقى هتبقى في، تبقى في اي اس. اوكي زي ليف. اوكي ورقه شجر. اوكي عشان احولها لجمع تبقى ليفز ال اي في اي اس. اوكي في حاجات كتير في قواعد الجمع هتلاقي ليها شواذ، يعني هتلاقي فيها حاجات شاذه كده، من الافضل لك كدارس ان انت تحفظها زي ما هي دلوقتي، يعني من غير ما تخوض في التفاصيل بتاع ده والله في هنا ستريس او ده قبلها حرفين متحركين او كذا او كذا، يعني بلاش نخوض في الكلام ده عشان انت نفسك هتوه. اوكي وبالتالي الافضل لك ان انت تعرف شكل الكلمه مثلا. اوكي يعني مثلا ممكن تلاقي في الفي اس ديت دي حاجات شاذه، زي مثلا على سبيل المثال كلمه جولف. اوكي اخرها اف اهيت اللي هو الخليج، يعني اوكي لما بتيجي تعملها جامعه مش هتشطب الاف وتحط في اي اس. اوكي ولكن انت مجرد هتحط لها اس بس كده. اوكي تمام مثلا على سبيل المثال كلمه هوف هوف. اوكي اللي هو الحافر. اوكي نفس الحكايه تحط لها اس بس. ماشي لو انت بتدرس مثلا، كنت بتدرس من سنه او سنتين مثلا قصه ايرون مان اللي هو الراجل الحديدي، هتلاقي الراجل الحديدي وقع من على ها الكلاف كلاف كلاف اللي هو المنحدر المنحدر، فتيجي تحط لها جام تحط لها اس. اوكي الحاله الرابعه الاسماء الشاذه، طبعا هي دي ملهاش قاعده، انت حضرتك بتحفظها زي ما هي كده ملهاش اي قاعده، انت بتحفظها مثلا زي ايه؟ نشوف كده زي مان اللي هو رجل ها، يبقى جمعها ها مان ام اي ان. اوكي اختها وومن. اوكي يبقى جمعها وومن. اوكي طب شوف الكلمه دي وانت ممكن
ممكن تغلط فيها اللي انت تحط لها اس. شوف الكلمة دي اوكس، اوكس، تقول لي يا مستر ايه ده، انت بتنتهي او سوري اكس، اوكي، وبالتالي هحط لها اي اس، لان حضرتك اديتنا القاعده اللي بتقول اذا انتهت الكلمه باس سي اتش اس اتش اكس او زد احط لها اي اس، اوكي، ادي اوكس اخرها اكس، ولكن هنا مش هحط لها اي اس، ولكن هي جمع شاذ جمعها اوكسان، اوكي، زي كلمه فوت، اوكي، جمعها فيت، اوكي، زي كلمه توث جمعها تيث، تمام، زي كلمة child children. وفي كلمات ما بتتغيرش، زي مثلا كلمة fish ممكن تبقى fish، زي كلمة sheep غنمة أو خروف تبقى زي ما هي sheep، اوكي، تمام، اوكي، يبقى دي أسماء الشاذة، تمام، بحفظها، انا بحفظها زي ما هي كده، هي ملهاش قاعده عندي، اوكي، وبالتالي يا مستر رضا اذا بنقول بنلخص بقى كل اللي احنا بنقول عليه الجنرال عندي اللي هي الاي اس، فاذا لم تندرج الكلمه بقى تحت الاي اس والاي اي اس والفي اي اس والاسماء الشاذه اللي حضرتك تحفظها، اوكي، هتبقى تنطبق ينطبق عليها القاعده الاساسيه اللي هي الجنرال رول اللي احنا هنحط على طول الايه؟ الاس، زي مثلا على سبيل المثال بول يبقى دولز، زي مثلا على سبيل المثال فان يبقى فانز، بوك بوكس، بول بويز، جير جيرز، وهكذا، اوكي، تمام؟ وبكده تنتهي حلقتنا النهارده. لو حضرتك ما كنتش لسه اشتركت في القناه، لو سمحت اشترك في القناه علشان اكيد دعمك بيوصل لنا ويشجعنا على الاستمرار، واكيد حضرتك هتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، لان احنا لسه عندنا الجديد ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كان معكم مستر رضا الدنديني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.